عادة ما تتم مواجهة التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر بالقوة من جانب قوات الأمن التي غالبا ما يصاحبها إطلاق الغازات المسيلة للدموع التي يعتقد البعض أنها لا تشكل ضررا، لكنها في بعض الأحيان تتحول إلى أداة للقتل كما حدث في الإسكندرية. الطالب عبد الرحمن ابن 17 عاما بمدرسة المدينة المنورة تعرض لاستنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مشاركته في المسيرات الرافضة للانقلاب في الإسكندرية والتي أدت إلى غلق الشعب الهوائية وأودت بحياته وفقا لرواية أسرته. 6 أكتوبر في سان ستيفانو على البحر، واليوم ده اتضرب كمية غاز كتير جدا من الجيش ومن الشرطة، وكله متفق على ان الغاز اللي تم اطلاقه على المتظاهرين في هذا اليوم او قبله كان غاز غير طبيعي. من بعد 6 اكتوبر تقريبا كان كل شويه يقول لي ماما حاسس صدري واجعني، حاسس في الم في صدري. ذكر المشهد بما حدث لسيارة ترحيلات سجن أبو زعبل حيث لقي 37 شخصا مصرعهم اختناقا بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوة الأمن عليهم داخل عربة ترحيلات، كما أثبت ذلك الطب الشرعي. تتسبب الغازات المسيلة للدموع في إصابة مستنشقيها بأعراض مختلفة تتراوح بين السعال وتهيج في أنسجة الرئتين والحلق، وتؤدي أحيانا للإصابة بحروق أو بالعمى المؤقت، وتقود في حالة نادرة إلى تقيؤ متواصل يفضي إلى الموت. تتبين آراء المصريين في كيفية تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين بقنابل الغاز. الناس المسلمين اللي ماشيين ايديهم فاضية ديت يطلق عليهم الغاز، وفي منهم اللي عنده أزمات قلبية، وفي اللي عنده صدر، وفي اللي عنده رب، وفي منهم اللي بيموت بسبب الغاز. الغاز المسلل ده ما بيفرقهم عشان ما يعملوش حاجة، ولا بيقتل ولا بيعمل حاجة خالص. هما معاهم غاز مولوتوف ومعاهم ألعاب نارية ومعاهم كل حاجة، بيموتوا بيقتلوا بيولعوا بيعملوا كل حاجة. جماعة إرهابية، هنعملوا إيه معاهم؟